شمابو وبرو روحو قديشو حاضله شريرو آمين. المسيح قام، المسيح قام، قوم موران من قبره شريرو قوم. إخوتي الأحباء، في هذا الصباح المبارك قرأنا إنجيل القيامة بحسب بشارة مرقس البشير، ويلي سمع معنا قراءات أسبوع الآلام بلاحظ الفرق بطول القراءات بين آلام السيد المسيح وبين أسر القراءة تبع يوم القيامة. الحديث عن القيامة في إنجيل مرقس هو فقط في الفصل 16 20 آية، ولكن الحديث عن الآلام كان طويل، فصول وفصول وتمهيد من السيد المسيح لآلامه، عشناها لحظة بلحظة، كيف صلب السيد المسيح، كيف عُذب، كيف جلد، كيف سقي خلاً. ولكن القيامة نفسها بتلاحظوا بالإنجيل ما في وصف كيف قام الجسد من القبر، ما في كلام إنه كيف فك الكتان عن الجسد وكيف خرج الجسد، وإذا اجت ملائكة وحملت السيد المسيح وأخرجته. حدث القيامة بحد ذاته ما له وصف، الموجود فقط هو بشرى القيامة. ولهؤلاء النسوة اللواتي أتينا إلى القبر فجر الأحد عندنا بشرى القيامة، قبر فارغ، شاب جالس في القبر على الأرجح ملاك يبشر النساء ويقول لهن: لا تندهشن أنتن تطلبن يسوع الناصر المصلوب، قد قام. كلام بعد ما شافوا القائم من بين الأموات، فقط الكلام الذي به يجب أن يؤمنوا. وضع النسوة إخوتي مثل وضعنا نحن اليوم، كمان نسمع بشرى القيامة، شهادة الذين عاشوا هذه الأحداث، الذين ظهر لهم السيد المسيح، تراءى لهم فعاينوه فنقلوا لنا هذا الكلام، وعلينا أن نؤمن بالبشرى. كيف الرسل في يوم العشاء الأخير لما السيد المسيح أخذ الخبز والخمر قال لهم هذا هو جسدي؟ إنه كان شايفين الخبز، كان شايفين الخمر، ما كان شايفين جسد بالخبز، شايفين الخبز، ولكن بالإيمان كان يجب أن يقبلوا أن هذا الخبز هو جسد المسيح، هذا الخمر هو دم السيد المسيح. عليهم أن يؤمنوا بالكلمة التي قيلت لهم. هؤلاء النسوة اللي سمعوا بشارة القيامة وقبل ما يعينوا السيد المسيح أن يتراءى لهم، بنشوف أنه شعور كان خوف وكان دهشة. بيقلنا بآخر الإنجيل أنه خرجنا سريعا من القبر وهربنا لأن الرعد والحيرة أخذتهن، ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات. إجوا خايفين، دخلوا على القبر خايفين وفلوا خايفين. أول شغلة ما توقف عند هذا الخوف أمام القيامة، هل حدث القيامة ما زال يثير فينا الدهشة والخوف، ولا بنحكي عنه بخفة أنه المسيح قام المسيح قام؟ هل ما زال هذا الحدث ننتبه ما به من فرادة تثير القلق والخوف على الرغم من الفرح؟ هذا حدث يزعزع أساسات العالم والبشرية، يغير مجرى التاريخ، قيامة السيد المسيح. فهذا الذي يجب أول شيء أن نشعر به أمام القيامة مع الفرح بهذه الرهبة أمام هذا الحدث. وفلوا وهن خائفات ولم يقلن لأحد شيئا. كمان نحن مطروح أمامنا هؤلاء النسوة كنموذج، نسمع عن القيامة ومنخاف وما منخبر حدا، أو منكون مثل هذا الشاب الملاك الذي يعلن القيامة. قدامنا خياران، فينا ننقي، أو نحن القيامة نسمعها
وبتبقى لألنا ونروح نقعد بالبيت ونبقى جامدين، أو ننطلق خلف السيد المسيح حيث هو يسبقنا إلى العالم إلى البشارة لننقل البشارة. والبشارة هي بشارة السيد المسيح، مثل ما بيقول ببداية إنجيل مرقس بدء إنجيل يسوع المسيح. يعني كل ما كتب في هذا الإنجيل ما هو إلا البداية، لعند القيامة ما هو إلا البداية. هلأ التكملة مبلشة من بعد قيامة السيد المسيح، البشارة هلأ بدها تبلش تنطلق إلى العالم بعد قيامة السيد المسيح. كل ما كتب في الإنجيل ما هو إلا البداية، وهو إنجيل أي بشرى يسوع المسيح، بمعنى هو الذي يحمل هذه البشرى. إذا قعدتوا بالبيت مثل النسوة وما خبرتوا حدا، هو لديه من يقيمه لينقل بشارته. عنده مين ببشر؟ عنده ملائكة وعنده من يذهب لينقل بشارته، هو الذي يجد، لأنه هذا الإنجيل هو إنجيله، هو بشراه. إذا بنقرأ إخوتي أحداث اللي حدثت، بقلنا باكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس، نهار الأحد ونهار الواحد الأول من الأسبوع سبعة أيام. وبقلنا طلعت الشمس، أكيد نحن يلي بيعرف بالكتاب المقدس بيعرف بأول صفحة بسفر التكوين، في اليوم الأول كان النور، النور خلق في اليوم الأول. فإذا رمزية النور في اليوم الأول التي اختارها السيد المسيح ليقوم في هذا اليوم بالذات، تكون قيامته النور للعالم، هو الذي اختار ترتيب الأحداث في أوقاتها. بتشوفوا كيف اختار أن يكون موته مع ذبح الحملان في الفصح بنفس الوقت. إذا بنرجع للإنجيل بنشوف كيف الكهنة ورؤساء الشعب كانوا بيقولوا خلينا يعني نرتب الأمر لقتله، ولكن ليس في العيد، ما بدنا يصير شغب في الشعب، بنرتب الأمور برات العيد. وكيف السيد المسيح هو الذي اختار الأوقات أن يذبح مع حمل الفصح ليبطل كل ذبائح العهد القديم، ليقول أن موته هو الكفارة عن كل البشرية، وكيف قيامته في اليوم الثالث كانت مع طلوع الفجر مع طلوع الشمس في اليوم الأول من الأسبوع اللي هو يوم خروج النور. وبقلنا الإنجيل أنه هؤلاء النسوة جابوا حنوط ليأتينا ويدهنه، جايين يفتشوا عن الميت. قديش السيد المسيح حكي وقال أنه سوف يموت وفي اليوم الثالث يقوم، ولكن لأنه هذا الحدث فريد وما كان صار بالتاريخ مثله، ما حدا كان ممكن يستوعب شو يعني سوف يقوم. ما شافوا حدا قام من بين الأموات، شافوا ناس عادوا إلى الحياة، لعازر عاد إلى الحياة على هذه الأرض، ولكن ما شافوا حدا قائم من بين الأموات، فما بيقدروا يستوعبوا كيف سوف يقوم من بين الأموات بقوته الذاتية. يعني لعازر في من أيامه، هو كيف يقوم؟ من سيقيمه؟ ومشان هيك جايبين الحنوط لعند الميت. طبعا هذا الحدث دغري رح يذكرنا ب فصلين لورا، بالفصل 14 بإنجيل مرقس، عندما كان يسوع في بيت سمعان الأبرص، وأتت مرأة ومعها قارورة طيب نردين خالص كثير الثمن، سكبته على رأس يسوع. قال لهم السيد المسيح للي اعترضوا، بيقول لهم قد سبقت ففعلت ذلك من أجل تكفيني، لأنه ما حيكون في جسد في يوم الموت ليجوا ويطيبوا النسوة. مشان هيك أعطي لهذه المرأة الفضل في أن تكفن جسد يسوع بالأطياب قبل أن يموت السيد المسيح، أعطاها هذا وقال هذا العمل سوف يخبر به حيثما يكرز بالإنجيل، وين ما حيكون في بشرى الإنجيل مع بشرى القيامة مع بشرى الإنجيل يخبر بما فعلت هذه المرأة تذكارا لها. النسوة اللي اجوا جايبين حنوط، يعني انا تذكرت يهوذا، قلت يهوذا اللي كان حاضر ب
شاف هذه المرأة التي تسكب الطيب الخالص الكثير الثمن على السيد المسيح حقه 300 دينار أوم لقيامة. قال هذا إنه على عم يكبوه على السيد المسيح يعطى للفقراء. لو شاف النساء جايبين كمان هذه الطيوب الغالية الثمن كانت ما يطيبوا أي ميت، كانوا يطيبوا فقط الأشراف ولا الملوك، فكمان الحنوط والأطياب غالية الثمن. لو شافهم رايحين طيبوا الميت كان بعد رح يجن أكتر. هو على الطيب ما استوعبه وما قبله، فكيف على الميت؟ هي كمان عبرة لقلنا إخوتي أنه نهتم نحن أيضا بالناس وهم أحياء. إذا في شيء بدنا نعمله منيح عمل حسن، مثل ما سمى السيد المسيح هذه المرأة عملت عملا حسنا، نعمله للناس هنا وطيبين، ما ننطر لينموتوا لأن يمكن بعدين نندم على أشياء ما عملناها. فكان هذا الرمز إلى تحنيط السيد المسيح اللي إجوا بده يعملوه، أو تطيب جسد السيد المسيح اللي إجوا بده يعملوه النسوة، عملته هذه المرأة قبل بيومين. وكان الطيب العطر له رمز كتير مهم، لأنه الطيب عندما يسكب بتشم ريحته بطل تشوفه، يعني بتحس بوجوده ولكن ما بتقدر تشوفه. وهيك أيضا كانت قيامة السيد المسيح، جسد السيد المسيح كمان ضاع، قالوا له ضيعناه، وين الجسد؟ ما عم بيلاقوه، مش عم بيشوفوه، ولكن وجوده كان موجود في كل مكان وعم بيحسوا فيه من خلال البشرة، من خلال الترائيات. هيك كان وجود السيد المسيح بعد القيامة مثل هذا العطر التي سكبته هذه المرأة على السيد المسيح. وبيشوفوا بالقبر هذا الشاب الجالس بيقول لهم لا تندهشنا أنتن تطلبنا يسوع الناصري المصلوب قد قام. كثير مهمين هالثلاث كلمات، يسوع الناصري يعني الذي مات، هو فعلا هذا الشخص، هذه حقيقة تاريخية، يسوع الناصري باسمه المعروف حقيقة تاريخية، المصلوب لأنه ولو قام كمان لن ينفصل صليبه عن قيامته. دائما نحن رح نتذكر بصلواتنا بطقوسنا بإيماننا المصلوب القائم، الاثنين مهمين. لا ننسى أن يسوع هو المصلوب، مش الذي صلب وهو حدث بالماضي وخلص لازم ننساه، هو المصلوب دائما، المصلوب الذي قام، لأنه هالحدثين دائما لازم يكونوا مع بعضهم. وبيقول لهم اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل. بطرس اللي ولا مرة قبل أنه المسيح يكون متألم وأنه ينصلب ويموت، قال لهم روحوا خبروه أول شيء لقاله لبطرس، وقالوا له أنه إنه يسبقكم إلى الجليل. بطرس يلي أيضا أنكر السيد المسيح، يلي هذا الحدث القيامة كان طبعا كان رح يعطيه فرصة تانية أنه يندم، أنه يتوب أمام السيد المسيح على إنكاره لقاله. يسبقكم إلى الجليل يعني إلى البداية، محل ما بلشت البشارة، كون ترجعوا للبدايات. وهي منشوفها بأناجيل تاني لما يشوفوا لبطرس يقول له اتبعني، مثل ما قال أول مرة شافوا فيها، يعني بدك ترجع تكون تلميذ، يجب أن تتبع السيد المسيح. السيد المسيح ليس شخص قد غاب في التاريخ في الماضي، هو أمامكم يسبقكم، هو المعلم، انتوا اتبعوه الى الجليل، الى اليهودية، الى روما، الى الهند، الى اي مكان يرسلكم اليه، هو سوف يسبقكم وهناك سوف يعلن انجيله، بشارته، قيامته المفرحة التي اعطت الفرحة والامل والرجاء لكل البشرية. نشكره على تدبيره الخلاص الذي اتمه من اجلنا، و نطلب أن يكون هذا العيد سبب بركة إخوتي لكم، لعائلاتكم، لأحبائكم، لجميع الذين تلتقون بهم، وأن تنقل لهم هذا الفرح، فرح القيامة، لأن المسيح قد قام، حقا قام.